40 ولا 2 60 ما كتسمع السن ديالهم 60 هما هادو عطيكم شحال قلتي لي خويا 120 عطيكم فيهم 132 ولكن ما قالش كوا شحال باغي والله راه قال لي 150 150 اوكي اوكي ما كاينش انا باش نسيو طوبلي لا خصني شوف 120 السنه في درهم كما الاول الاول شحال طلب لكم قال لك حاط انه تقريبا عطاو فيه 110 اللي كانوا عاطينه ولكن هو ما قالش كان بغا شي 100 شنو الحليب ولا اثنين هذا؟ اثنين شحال باش خديتي؟ 104 106 شحال قطعوا لك في الاول؟ 120 تبارك الله مليح كما كتشوفوا اثنين 106000 الله يسخر لهم شوفوا هاد الخير هذا خير هاد السيد 144 شحال قال لك في الاول عمي؟ في الاول شحال قال لك؟ في الاول شحال قال لك؟ شحال طلب لك في الاول؟ قال لك عاطينه سميتو قال لي عاطينه عطاه 132 132 ولكن ما قالش كوا شحال باغي والله راه قال لي 150 150 اوكي اوكي ما كاينش مشكل انا باش نسيو طبلي كان واحد اللي بقى تيساعد تيساعد معاه تا هو السن ديالو تني تني الله يجعلهم مبارك مسعود عمي الله يتقبل منك 144 الله يسلمك البيع ديالو شحال كتقول ان شاء الله؟ البيع ديالو 120 عام 120 هذا؟ 120 ولا 110؟ 120 تما كنسمعوا 5000 6000 درهم البيع ديالو والسراده عطاوك شي حاجه في السراده ولا والو؟ 160 8000 درهم اللي معطيها في السراده 40 ولا 2 60 تما كنسمعوا السن ديالهم 60 هما هادو عطيكم شحال قلتي لي خويا؟ 120 عطيكم فيهم سلاف درهم اللي مطيه هنايا السن ديالهم 60 هنا راه عاطين 4500 درهم شي كيقول باغي 110 شي كيقول 120 طلع عندك طلبي لا خير من يحصل يلا خليهم غير شحال في الاول شحال قال لك؟ 120 يطلب لك 120 24 باش خليهم شحال باش خديتهم اخويا 78 78 الله يسلم في الاول شحال قال لكم؟ في الاول شحال طلب لكم؟ ان شاء الله والله يسخر لكم ايمن الله يسخر لكم 78 عطني اخويا هذاك لا سلاف سلاف ليه شحال باش خديتو؟ 120 سلاف درهم كما كتشوفوا واش داش شحال طلب لك في الاول؟ في الاول شحال طلب لكم؟ قال لك عاطينه تقريبا عطاو فيه 110 اللي كانوا عاطينه ولكن هو ما قالش كان بغا شي 130 140 حاجة تتفاهم تفاهم جماعة الله يسخر لكم مليح راه كاين تبارك الله احسن دين روح سنة الحليب اخ سنة الحليب كما كتسمع السلف درهم
تبارك الله، الله يسخر لكم اخي. صاحبي بعد من شحال خليتو على بيه بحال 90 قل 100 8 80 كما كتشوفوا في الفيديو. شوفوا هذا 88 هذا عم بيسخر 90 قل 100 درهم اش غادي يسلو غادي يسلو غادي مروح غادي مروح شحال قال لكم عامل في الاول شحال؟ في الاول شحال طلب لكم؟ 100 غالي؟ لا مزيان 88 ياك؟ 88 باش تجي 88 مليح والله مليح حسب السوق الغلا والله مليح حولي مليح بلدي مليح هذه درتي عليك مليحه شحال الحليب ولا اثنين هذا؟ اثنين شحال باش خديتي؟ 104 106 شحال قطعوا لك في الاول؟ 120 تبارك الله مليح كما كتشوفوا 100000 الله يسخر لهم كي جاك السوق اليوم كاين ثمن اخويا كاين ثمن زيد شويه على الكراجات ولا؟ ما سولتش في الكراجات ولكن زايده تكون كاين شي شويه بحال هذا دابا كنا كناخذوا واحد 3500 4000 درهم واحد العامين قبل ولا ثلاث سنين كان هذا هو الثمن ديالو 3500 4000 وكاينين خوتي والله الا تباعوا دابا ب 6000 درهم كاينين خوتي مني تباعوا ب 6000 درهم هذا هذا راه بزز ما غير حيت شراو شي دراري شراو من عنده ثلاثه خديت 500 ونعتوا لينا مشينا والله يسخر لكم اخي الله يجعلهم مبارك مسوا شحال باش خديتي اخويا 130 جوج ياك الواحد الواحد لا جوج زعما بجوج 130 كما تشوف 6500 الواحد مليون وستين جوج تبارك الله كما سمعت معنا مليون وستين وزن جوج معايا هذا حل هذا معايا الخيرات اللي كنشوفو هنا 7500 درهم اللي كيطلبو فيها هذا كنشوفو راه خرج تاخدي هاد الخير العمل شحال 140 تبارك الله بسم الله 7000 درهم يوسف واحد منقه واحد منقه الحشام ديالهم تبارك الله كاين 42 كما قلت لكم هذا اللي مرشوم حاليا داز 7000 درهم كما كنشوفوا هاد الخيرات هنا الاخوان عاطين فيهم 5000 درهم في الرادي ما عطاوكش في الرادي ما عطاوك 120 110 البيع ديالهم ان شاء الله السم ديالهم كما ياك
مخلطة فينا سلاسية مهم الأخوان تيقول 5500 درهم بيع ديالهم اللي معطية جملة 5000 درهم فرفا كتشوفوها هي هذا المركز ديالهم منين اخي مزال كنضرب مزال مرحبا كدير الاجمل ديال اليوم كاين ايه رخيص ها الله يكون في عون الدرويشه الله يسخر لكم اخي.